أقامت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا حفلا بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذلك في فندق الفور سيزنز بمدينة جاكرتا، وبحضور سعادة الدكتور تيتين ماسدوكي وزير التعاون والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما حضر الاحتفال سعادة السيد أرسول ساني نائب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي لجمهورية إندونيسيا، وسعادة الدكتور علوي شهاب وزير خارجية جمهورية إندونيسيا الأسبق، وسعادة الدكتور عمران سعادة رئيس المحكمة الشرعية ضمن إطار المحكمة العليا الإندونيسية، وسعادة السيد أحمد ريزال بورما مدير إدارة الشرق الأوسط بالإدارة العامة لشؤون آسيا باسيفيك وأفريقيا بوزارة الخارجية الإندونيسية، وسعادة السفراء العرب والأجانب المعتمدون لدى جمهورية إندونيسيا، ومجموعة من الدبلوماسيين والمدعوين الخليجيين والغربيين والإندونيسيين.